ومعنا عبر الهاتف من القاهرة مراسل أخبار الآن رمضان المطعني. رمضان أهلا بك معنا، هل ما يزال عدد القتلى حتى الساعة ذات العدد أم زاد، وماذا عن الوضع الأمني في المنطقة؟ نعم بالفعل، بحسب آخر الإحصائيات الصادرة من قبل النيابة العامة ارتفع عدد القتلى إلى 305 قتيل، وعدد المصابين يعني أكثر من 100 قتيل بحسب آخر الإحصائيات، وبينهم 30 طفلا و110 تجاوز سن الستين. يعني هذه الحصيلة من القتلى يعني كان لها ظلال من الغضب هنا في الشارع المصري، إلى جانب يعني القبائل هناك في سيناء رافضة تلك الأعمال ومتوعدة بالتعاون أكثر مع القوات المسلحة والداخلية للقضاء على البؤر الإرهابية. أيضا يعني منذ الأمس تقوم القوات المسلحة بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بدك بعض الحصون في سيناء من بعد المعلومات الاستخباراتية التي جاءت إليهم. أيضا على سبيل التنمية وجه الرئيس السيسي اليوم بضرورة البدء في إعداد خطة التنمية الشاملة بمنطقة بئر العبد التي يعني بها المسجد الذي تعرض للعملية الإرهابية، وأيضا صرف بعض التعويضات لكل أسرة قتيل 200 ألف جنيه مصري وللمصاب 50 ألف جنيه. أيضا وقام الرئيس أيضا ب يعني بإصدار قرار بإنشاء نصب تذكاري بقرية يعني الروضة لتخليد للشهداء لتلك المجزرة. طيب رمضان، الإجراءات الأمنية الآن في تلك المنطقة كيف هي؟ هل المنطقة مغلقة؟ ماذا هناك أيضا؟ نعم، بالتزامن مع العمليات الجوية للقوات المسلحة والشرطة هناك طوق أمني على مدينة بئر العبد كاملة وليست قرية الروضة، أيضا بالتعاون مع اتحاد قبائل سيناء ومن الناحية المعلوماتية، وأيضا على الأرض بإقفال وإغلاق كل المنافذ التي تؤدي يعني خارج إلى خارج بئر العبد وإلى داخل بئر العبد لمحاصرة يعني الإرهابيين الذين قامت القوات المسلحة بالأمس باستهداف سيارتي في صحراء سيناء كانت تقل 15 مسلحا إرهابيا وتم القضاء عليهم على الفور، واليوم ما زالت تلاحق القوات المسلحة وبالتعاون مع قبائل سيناء يعني إغلاق كافة المناطق والمنافذ بمدينة بئر العبد للتمكن من القبض على بقية البؤر، إلى جانب استهداف بعض القواعد الخاصة بهم التي تنطلق منها العمليات صوب المناطق السكنية في سيناء. إذن شكرا جزيلا لك مراسل أخبار الآن رمضان المطعني.